طب مين انت بس عامل حلوة كام اغنيه الأغنية لحد ما شاء الله. دلوقتي؟ ما تعدش يا جيمي ما شاء الله. بص، هو باعتبار ان انا ملحن وموزع موسيقي والبرودكشن كله السايكل كلها بتتم تحت ايديا، فالموضوع ابسط من موضوع شركات الانتاج والعقود والكلام المجعلص اللي انتوا عارفينه ده. فكل ما بتجيلي فكره حلوه بتنفذها على طول، بنفذ على طول. فعندي مثلا ممكن تقول 50 60 70 اغنيه. ما شاء الله ما شاء الله. طيب عايز ارجع تاني موضوع التوزيع الموسيقي. للاسف احنا يعني في العالم على فكره، مش في الشعوب العربيه بس، ما تعرفش يعني ايه توزيع موسيقي. ده حقيقي، ناس ما تعرفش. وشغلانه الموزع من اصعب وادق الشغلانات ممكن تكون في العالم، وممكن يقعد مثلا بال 48 ساعه وهو بيرسم او بيكون المزيكا بتاعت الملحن. فاهمين يا جماعه؟ الملحن بيجيب لك لحن، انت تعملها مزيكا، تصرف بقى، تشقلب. فانت ازاي تقدر تعمل ده؟ يعني مبدئيا يعني تقدر توزع هندسه صوت، هندسه صوت اعقد، الموضوع معقد اكتر. بس ما تتخيلش قد ايه انا مبسوط ان في حد بيحس بينا، يعني كويس. والله ربنا يكرمك. عارفه الترند بتاع القطه اللي بتعيط على الفيسبوك ده؟ ده احساسي دلوقتي، اخيرا حد حس بينا. احنا الناس دايما بتفكر في الموزع الموسيقي ده الراجل اللي بيوزع السيديهات او اللي بيوزع الاغاني. لا، هو الموزع الموسيقي معناها بشكل مبسط يعني نفهمه، ان هو اللحن ده اللي هو الحاجه اللي انا بغنيها دلوقتي، ده انا غنيت اللحن. طيب الموزع الموسيقي بقى بيبدا عنده الات موسيقيه، درامز، بيانو، عود، جيتار. انا بقى هوزع الالات دي كلها بشكل ما جوه الاغنيه. الدرامز هيقول كده وهيقف هنا وهيكمل هنا وهيسرع هنا، البيانو مثلا هيلعب بالراحه هنا، بعد كده هيقول وتخيل بقى هارموني بالظبط. ازاي بقى يعني كل اللايرز دي مثلا 10 الات بيلعبوا مع بعض، ازاي اخليهم كلهم ان هارموني؟ ازاي ما احسش ان في حاجه منشزه في النص؟ ده الموزع الموسيقي. والله كلامك معقد ومركب، وتقريبا رحمه بس اللي فاهماه عشان هي اللي فنانه، يعني عندها الحس الفني. والله العظيم لا اشرحه. والله العظيم فنانه. استنى. طب انت الملحن، انت ملحن ماشي، جيت قلت لي تارارارارا عايز اعملها مزيكا. تمام. فانت جيت للموزع، الموزع ده عنده كمبيوتر شاشات وحاجات وكيبورد ماشي واجهزه تانية، ده بقى معقده اكتر، انا شخصيا مش فاهمه. فهو يجي ايه يعمل لك تارارارارا دي، يعمل عليها مزيكا، يعملها تارارارارا بس بمزيكا. بالات بقى، بقى وكده، هو اللي بيعزف بايده، ممكن يجيب الات لايف.